مكان عشوائي كنت أشوفه، عشوائي بالتصميم بالتنظيم وبالنمط المعماري. من وإحنا صغار كنا نتساءل أسئلة كثيرة، ليش الشباك كبير؟ ليش الواجهة ما في عليها ولا شباك؟ وليش الأثاث صغير؟ وبعد ما دخلت هندسة معمارية في جامعة بيرزيت صار في أجوبة منطقية لهاي الأسئلة. شباك كبير عشان يعوض نقص التهوية والإضاءة اللي ما بتوفر لنا إياه الواجهة اللي ما في عليها ولا شباك. أثاث صغير لأنه مساحة البيت ما بتكفي، ومش بس الدرج اللي بنحمل عليه الأثاث عشان نطلعه للبيت برضو ما بيستحمل إنه نطلع أثاث كبير. واجهة بلا شبابيك لأنه لما يكون بيتنا ملاصق لبيت جيراننا بيمنعنا نفتح عليها أي شباك، ومن هون بتبلش قصتنا. توصلت لفكرة إنه الجدران ما بتكفي. إيش يعني الجدران ما بتكفي؟ لما سيدي طلع من أرضه وسكن في المخيم ما توقع إنه يقضي فيه أكثر من أيام معدودة، لأنه مكاننا مش هون ولأنه عارف إنه ما راح يضل هون. بدخل على البيت، بيتنا مكون من 4 غرف وحمامين ومطبخ وصالة. كيف هذا البيت ينهدم فيه 3 حيطان عشان نوسع مكان الصالة لأنه هو المكان اللي بنعيش فيه دائما أحساب مكان النوم، لأنه لما ننام ما بنشوف بعض. من وإحنا صغار كنا مصممين، لما كنا ننزل على الحارة نصمم الملعب، نحط حجار حوالين حدود الملعب، نحط مكان حارس المرمى، نطول الملعب ونكسره حسب عدد اللاعبين. وهذا الملعب هو نفس الشارع، وهو نفسه المكان اللي بتمر فيه السيارات، وهو نفسه المكان اللي ممكن نشرع عليه غسيلنا. نتطلع على الحيطان وبنفس الشارع منلاقي صورة شهيد، منشيلها وراها صورة كمان شهيد، منشيل الصورة اللي وراها ممكن يكون أسير، ممكن يكون إعلان تجاري، وهيك كل الحيطان في المخيم. كل حيط له قصة، وكل قصة إلها راوي وإلها مصمم وإلها معماري. وهاي القصة ما أجت من فراغ، لأنه هدول الناس انجبروا إنهم يعيشوا بهذا المكان تحت هاي الظروف في الزمن المعين وظلوا فيه. كثير كلمات منراودها في المخيم، مصطلحات ممكن تكون طبيعية في أي مكان تاني، زي وطي صوتك أو يلا نلعب قبل ما تليل أو كل هاي الأفكار. وطي صوتك لما نكون مشاكلنا عند جيراننا ومشاكل جيراننا بنسمعها عنا، ريحة الأكل لما نسمع طبيخ الجيران قبل ما نشم ريحة طبيخنا. هاي أشياء وتفاصيل صغيرة يمكن الكل ما بلاحظها، بس هي بنعيشها كل يوم، واللي بيعيشها فكرها طبيعية. وأنا ماشي بنفس الشارع بطلع على البيت، على البيوت، كل بيت له مصمم وكل مصمم معماري بحط القوانين اللي بيقدر يتوسع فيها واللي بيحب يتوسع فيها. بيت من 4 طوابق ما بيقدر يبني الخامس لأنه الأساسات ما بتستحمل، بده يوسع البيت شمال ويمين لأنه ما في مجال إلا يتوسع هيك لحد ما يوصل بيت جيرانه. نتساءل، هل إحنا لازم نضل عايشين هون؟ هل هذا هو مكاننا؟ إني أكون عايش في مكان أفتح شباك غرفتي ألاقي يا مزراب الجيران، أو أفتح شباكي ولاقي بس بيت الجيران أو واجهة، أو واجهة ما في عليها ولا شباك، وأنتقل لمكان سكن تاني اللي هو في بيرزيت أفتح الشباك ألاقي خضار ولاقي صوت طيور ولاقي مكان مفتوح ولاقي ارتداد بيني وبين جاري، الشمس بتدخلني، الهواء بدخل على بيتي، بس أنا ساكن في مكان المخيم كل هالأشياء مش موجودة. وبتتناسب،
حسب البيوت، في بيوت يعني بمواصفات منيحة ممكن تدخلها الشمس في الصبح، في بيوت ممكن في الليل، كل واحد وحظه، وكل واحد حسب قدرات جيرانه مش حسب قدراته. ومعلومة صغيرة، بتعرفوا ان المخيم مؤجر لتسعة وتسعين سنة؟ ما بتعرفوا، او يمكن البعض بيعرف، بس احنا مؤجر اراضينا لتسعة وتسعين سنة. حد بيعرف ايش ممكن نعمل بعدها؟ حد بيعرف كيف ممكن يكون مصيرنا؟ نطلع على هذا الشارع اللي هو نفسه شرحت عنه، اللي هي الحارة، اللي هي عملت اشياء وناس مجهولين بيلعبوا فيه، اللي هو الشارع الموجود في كل حارة، في كل مخيم، في كل مكان ممكن يعيشوا هذول الناس. واخيرا خلينا نحكي انه اللاجئ هو مواطن ساكن لفترة مؤقتة، وان المخيم منطقة بيشغلها عدد كبير من الناس بكثافة عمرانية، ومنطقة سكنية فقط مش موجود فيها أي موارد ثانية أو بنية تحتية تكفي إنه يعيش فيها، بس هو معتبرها مكان حياته الطبيعي.